تتم هذه المشاريع اللي رانا نديروا في الجنوب، انا باغيكم غير تراقبوه. شي ثاني ما تعدلوه، رانا عندنا والله شكرا الدوله، الدوله عطات المنطقة برج باجي مختار بصح تلتاح دراهم برك. المشروع نهار ما تديه وتراقبه راه قرت له حط دراهم برك. وانا ماذا بيا من السيد وزير الداخليه والسيد الوزير الاود والسادة الوزراء انهم الدور اللي يعطوهنا في برج باجي مختار يحاسبونا عليه، ما يخلوش غير ينزق هك. لانه هذا الطريق الماء من تقراوه التيمياوين مشروع ضخم وفيه مبالغ ماليه، ولكن للاسف الشديد الى يوم برج باجي التيمياوين ما تشربش الماء الى حد الساعه، الى انطلاقي من مكان كرسي ما تشربش الماء. شكرا شكرا شكرا. معليش لا باش نكونوا عادلين في تقسيم الوقت. بما انك تسا وزير الفلاحه راه وعدنا باش يعطينا حاله خاصه للفلاحه وجزاه الله خيرا ان شاء الله نتمتع عليه. شكرا. ومدير وزير الطاقه باش باش نختار على الغنجي لنا الكلاب باش ما يمشوا لنا وحدين ثاني هذا اللي يطلع لنا الساعه. شكرا 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 شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. ونادي السيد نائب بوصبيع مختار. Thank you.